الأستاذة آلاء بتقول مخطوبة من 6 شهور، الإنسان كويس جدا، بتقول هي مش حاسة بقبول شديد، قبول مبدئي، وهي خايفة تكمل وبعدين يعني الأمر ما يكونش على عقبة طيبة. الاستخارة كاشفة، وتضرعي لله سبحانه وتعالى واسأليه الخير، اسأليه يرشدك إلى طريق الصواب. وأنصح حضرتك بقراءة سورة الشرح 40 مرة لشرح الصدر وقضاء الأمر، وتسألي الله الهداية والتوفيق. لكن الإنسان أنت اديتي فرصة، في حاجة، في أمور ما بتحصلش فيها اكتمال المشاعر إلا بعد الزواج، فأخذي الموضوعات بالراحة مع الاستخارة الشديدة والتضرع. ونحن في شهر السؤال والتضرع والطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يلهمك الصواب يا صاحبة السؤال الأستاذة آلاء.